قديما وحديثا أرض المغرب أنجبت علماء برعوا في كل مجال، منهم الفقهاء والمقرئون وعلماء الإسلام. أنا لما أذكر المغرب ما يجي في بالي إلا علماؤها، وأنا بحمد الله مما أتشرف به أنه يجمعني بعلماء المغرب نسب علمي، فإسنادي يتصل بعلمائي وأعلامي وفقهاء المغرب عن طريق كوكبة من المحدثين. نحن نعرف بلاد المغرب وأهلها، بلد كله حضارة وكله تاريخ وكله علم. لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراك ما جامعة القرويين؟ أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، فقد بنيت في منتصف القرن الثالث الهجري، وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير. المغرب رجالها رجال دين وخلق، ونساؤها نساء عفة وفضل، وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية لحفظ القرآن وتعلم الشريعة، وحتى الأساتذة فيهم الرجال والنساء. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله، يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. وحيث نظرت في المغرب على مد بصرك تستوقف نظرك قباب المساجد والمآذن، وهي وقت الصلاة ملأى بالمصلين والذاكرين. أما مساجدها في ليل رمضان فلها حال أخرى، تكاد تظن أن نجوم السماء قد نزلت إلى الأرض. حياكم الله يا أهل المغرب، تساميتم عن كل مسيء، فسهام الباطل لا تجد طريقها إلى نفوس أهل الحق. الله يتولاكم، وما كان الله ليضيع.